السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نقطة ضوء. في هذه الحلقة أستضيف عضو مجلس الأمة المبطل الأول المحامي أسامة مناور للحديث حول القضايا المحلية والقضايا أيضا الخارجية. أهلا وسهلا فيك. حياك الله. حياك الله. طول العمر احنا راح نبدأ في قضية المشاركة وقانون الانتخابات. سؤال مباشر، لو عدل قانون الانتخابات الحالي هل ستشارك في الانتخابات أم لا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، شاكر لك الاستضافة وشاكر لقناة اليوم الدور الوطني اللي تقوم فيه، وأتمنى استمرارية هذه القناة والقائمين عليها بإذن الله إن شاء الله. طبعا استمراريتها على نفس النهج، هذا المقصود بإذن الله. يكفي أنكم تتواجدون باستمرار في قناة اليوم وفي كل البرامج ولم نحجر رأيا على أحد. جزاكم الله خير، وهذه نقطة تحسب لكم. يعني احنا خلينا نعود في البداية على سبب المقاطعة، واللي دائما نسأل هالأيام أو الفترة الأخيرة، هل أنتم نادمين على المقاطعة؟ هل لو يعني أعيد فيكم الزمن هل ستشاركون؟ هل نعم ستقاطعون؟ هذا السؤال مطروح. هذا السؤال مطروح. هل أنتم خسرتوا أم ربحتم؟ بادئ ذي بدء، بدون شك المقاطعة كانت مستحقة، وإحنا إذا كنا خسرنا عدم المشاركة إن صحت، إحنا كسبنا احترام الناس، كسبنا احترام ذواتنا، إحنا قطعنا عهد والتزمنا فيه، وكل من يعني التزم في هذا العهد بالفعل التزم فيه حتى النهاية ولم يشارك. كانت المقاطعة مستحقة. احنا اليوم كان مشروعنا في المجلس يعني منهج جديد للبلد، نعم. نظام جديد، اقصد نظام جديد في التعاطي، نظام في السياسة، نظام جديد في السياسة في التعاطي مع الأزمات، معالجة الخور والعور في كثير من القوانين اللي كانت موجودة. لما تأتي وترفع لواء الإصلاح ويتم تعديل قانون الانتخابات بطريقة احنا يعني يقينا نقول انها كانت خاطئة، بأي حال من الأحوال ما كنا نقدر نشارك، بل بالعكس أقول لك لو رجع فينا الزمن ما أعتقد أننا كنا راح نشارك. اللي أعلنوا عن موقفهم نفسهم التزموا بهذا الموقف، وأعتقد أن هذا إلى اليوم إحنا كلنا مطمئنين أن قرارنا كان سليم، وما زلنا نرى أن هذا القرار كان سليم وكان مستحق. أن يعدل قانون الانتخابات من خارج مجلس الأمة أنا أعتقد أن هذا خطأ، وما زلت أظن أن هذا خطأ. شلون خارج مجلس الأمة؟ خارج مجلس الأمة لأن هذا شيء يعني قاصر على أعضاء مجلس الأمة، هم اللي يعدلون. بعد إذنك، مسألة مع يعني احترامنا لأشخاص المحكمة الدستورية، يعني الخطأ وارد، ففي مجموعة أخطأت، إما قضاة المحكمة الدستورية السابقين أو الحاليين. في السابق كان صدر أكثر من حكم المحكمة الدستورية يعطي هذا الحق للأمير بأن يصدر المراسيم، هذا يعني حق مطلق للأمير ويعني يخضع لرقابة مجلس الأمة فيما بعد. اليوم المحكمة هذه اللي اليوم أصدرت حكمها أقرت مرسوم الصوت الواحد، لكنها في المقابل أبطلت حق المرسوم في الهيئة الانتخابية، هيئة الانتخابات. نعم. إذن في واحد منهم خطأ. أنا ما زلت أقول أن الاثنين كانوا مخطئين من ناحية قانونية، لأن هذا حق خالص ومطلق للشعب عن طريق مجلس الأمة. أوكي. إذا كان في تعديل يكون من داخل. هذا رأيك. نعم. ولكن كمحامي، أنا أتكلم عن رأيي كمحامي. كمحامي. اي نعم. أتكلم. تلتزم بهذا القانون كمحامي، انت اتخذت موقف سياسي عدم المشاركه. نعم. هل تعتقد ان هذا القانون دستوري؟ اي قانون عفوا اللي صدر؟ اللي صدر انه تم تحصينه من المحكمه الدستوريه. هو شكليا خلاص انتهى، يعني صار قانوني. صار شكليا قانون. صار قانوني. اذا هناك حاليا مجلس امه شرعي موجود. بدون شك هو اليوم في مجلس امه. انا بوصل وياك لنقطه معينه. طبعا. حاليا في مجلس امه شرعي. صحيح. هذا المجلس لو عدل قانون الانتخابات هل ستشاركون في الانتخابات؟ شوف بغض النظر طلال ماشي طبعا. ماشي احنا خلينا نكون واضحين، هل ستشاركون او لن تشاركوا في الانتخابات المقبله؟ مثلا ممكن انك تنتظر قرار كتله الاغلبيه في اجتماعات معينه. لا مو كذي، ما انا فاهم سؤالك، سؤالك واضح، وهذا دائما احنا نساله، ويعني اعطيتني فرصه جزاك الله خير اني انا اجيب. تفضل. الانتخابات قد تكون بعد شهر وقد تكون بعد 4 سنوات. نعم. تمام. مسألة مشاركتنا أو عدم مشاركتنا هذه تحكمها معطيات المرحلة اللي من هنا لين مجلس الأمة القادم. تمام. في ظروف ويعني والتغيير السياسي هذه سمة في السياسة الكويتية، أن باستمرار عندك معطيات جديدة. صحيح. باستمرار في متغيرات احنا عشناها للأسف، وما في ثبات أبدا بكل حال من الأحوال. احنا التزمنا تقريبا، يعني أغلب المجموعة التزمت وخذت قرار مسبق بعدم المشاركة
اليوم أنا أتمنى أن يكون في تنسيق مستقبلي أولاً في كتلة العدالة أن احنا نتفق بعد هذا نتفق مع الكتلة كتلة الأغلبية ككل. بالعكس هذا أتمنى أن يكون في قرار في عليه توافق من الجميع. أما إذا ما كان في توافق فالخلاف وارد، وإلى الآن أنا يعني أصدقك القول أن ما حسم الأمر على الأقل في مجموعتنا. احنا مثل ما قلت لك احنا قاعدين نخضع لمتغيرات كثيرة. يعني ما حسم الأمر في مجموعتكم تقصد كتلة العدالة؟ لا أتكلم عن الكل بشكل عام. يعني ما حسم أن مثلا لو حل المجلس أبطل بعد شهر أو شهر ونص هل ممكن تشاركون مرة أخرى أو لا إذا صدر قانون جديد؟ نعم. يعني حتى الآن الصورة ضبابية يعني كل الآراء مطروحة. كل الآراء بالكامل مطروحة ويتم تداولها ويتم مناقشتها. عندنا إن شاء الله اجتماعات مستقبلية يعني أعتقد خلال آخر الشهر أو الشهر القادم راح يكون هذا من ضمن النقاش. بس مثل ما قلت لك إلى اليوم ما في أمر حاسم، كل الآراء مطروحة. أذكر شكلت لجنة تنفيذية أو لجنة لمناقشة هذا الأمر، لجنة لا زالت قائمة مناقشة المشاركة من عدم المشاركة في الانتخابات الماضية. اللجنة قائمة موجودة في كتلة الأغلبية أو لا؟ والله أعتقد أن اللجنة ما زالت قائمة. أنا يمكن هالفترة اللي فاتت يعني تعرف الظروف، ظروف رمضان وظروف الصيف ما التأمت كتلة الأغلبية باجتماع. أعتقد أن خلال الفترة القادمة مثل ما أشرت يا نهاية هذا الشهر يا الشهر القادم راح يكون في اجتماع ويبحث في هذا كله. زين، المقاطعة نجحت في الانتخابات الأخيرة؟ المشاركة تنجح المقاطعة؟ لا، يعني أنا لي فيها وجهة نظر. هي المقاطعة نجحت، ولكن يعني علشان نكون منصفين أعتقد أن السبب الأكبر لعدم المشاركة كان بسبب توقيت الانتخابات في رمضان. في رمضان يعني يمكن كان ممكن تصير المشاركة أكبر لو كان في وضع مختلف، وهذا دائما يعني أخطاء الحكومة اللي دائما تكررها. من ضمن الأسئلة أنتوا ليش ما لكم نشاط في الحين؟ واحد من الأخوة المعدين يسأل ليش ما في نشاط. لا، هو إحنا ما نبي نخطئ خطأ الحكومة أن إحنا نستعجل بس بمجرد أن تحقيق أي نتيجة، ولو أن الحكومة دائما يعني تنعم علينا بأخطاء كثيرة مثل العطايا والهبات المليارية هذه إحنا نقدر ندعو لفعالية ويكون لها حضور. لكن ليش نخطئ خطأ الحكومة وننتقل وقت الخطأ؟ بالعكس كل شيء يبيله يعني تريث يبيله دراسة. فأنا أتصور أنها إلى حد ما نجحت، إلى حد ما المقاطعة. أي نعم. ما تعتقد أن مزاج المواطن الكويتي والشعب الكويتي تغير تجاه المعارضة في الفترة الأخيرة، خصوصا بالفعاليات يعني كان الحضور يعني جدا ضعيف؟ المواطن يعني يستعجل دائما النتائج. تمام. أنا أتكلم عن المواطن بصفة عامة بدون تخصيص. فقد يرى البعض أن إحنا ما قدرنا نحقق نتيجة في فترة آنية محددة سريعة، هذا جعله يعني يشعر بنوع من الفتور أو يشعر بنوع من اليأس. وأنت إذا مثل ما قلنا إذا عندك أنت مشروع دولة كامل متكامل ما تتصور أنه يحل بشهر أو شهرين أو حتى سنة. طالما أن إحنا يعني عندنا منهج وقاعدين نمشي عليه تبقى عاد أساليب وآليات تطبيق هذا المنهج، هذا اللي قاعد أقول لك تكون محل نقاش ومحل طرح. زين، يعني المرحلة المقبلة أنت بالنسبة لك كونك أحد أعضاء الأغلبية، أنت عضو في الأغلبية لم تنضم للتنسيقية ولم تنضم لائتلاف المعارضة. صحيح. هذا واحدة. كتلة العدالة عندكم فيها نائب في التنسيقية وفيها نائب في أعتقد ائتلاف المعارضة. صحيح. يعني نائبين كتلة واحدة، نائبين أخذوا خطين مختلفين هما كلهم معارضة اليمين واليسار، لكن هني تنسيقية وهني ائتلاف. أبيك تفسر لي السبب هذا، سبب يعني ذهاب العضوين كلهم في اتجاه من كتلة واحدة وسبب بقائك على الحياد لا تنسيقية لا ائتلاف في هذه الفترة. أولا مثلي ما يبقى على الحياد في مثل هالوضع هذا؟ لا بالعكس، أنا مو محايد، أنا موجود. أنت موجود فاعل في الأغلبية؟ إيه، لا أنا موجود. لا، وأنا أعتقد أني أنا فاعل، لكن موجود في الأغلبية. إيه أنا معك ماشي. لكن إيه طبعا أكيد، بس خلنا نتفق أن التنسيقية وإتلاف المعارضة ترى اثنين هم يدورون في فلك الأغلبية، البعض له رؤى مختلفة. وإحنا في كتلة العدالة إحنا مو حزب، يعني إحنا كتلة برلمانية شكلت بعد الانتخابات، فإحنا مو حزب يعني يتم تدارس المواضيع علشان يحدد ويلتزم فيه كل أعضاء الحزب. لا لا، يعني رأى الأخ بدر الداهوم، أنا أنقل يعني كل تحياتي، أخونا أبو حمد ومن خيرة اللي أنا تشرفت في زمالتهم، كان له رأي في الانضمام. إحنا بالنسبة لنا وهو جزاه الله خير مشكورا بلغنا في هذا، وطبعا له الحرية في النهاية، وهذا رأيه
وكذلك الأخ أبو عبد الله محمد هايف، وأيضا الهطلاني أخذ موقفي بدون الانضمام لا للتنسيقية ولا للائتلاف. يعني هل في رؤية معينة عندك غير اللي مطروحة في الائتلاف المعارضة أو مطروحة في التنسيقية؟ لا، أنا بالنسبة لي أشوف أن الخطوط العريضة اللي في البداية من بداية حل أو بطلان مجلس 2012 هذه ما زالت هي الخط اللي المفروض أن احنا نمشي عليه ككل. البعض رأى أن لابد من رفع سقف المطالب، البعض رأى أن لابد من إعادة صياغة المطالب، الكل له رأي ونحترم آرائهم. أنا بالنسبة لي يعني قلت في البداية إذا ما كان فيه سواء في التنسيقية أو ائتلاف المعارضة، إذا ما كان فيه تطبيق الشرع هو أولى الأولويات، أنا أعتذر عن المشاركة وأتم في موضوع الأغلبية فقط. أنا هذا كان شرطي ما زلت عنده. تكلم عن التنسيقية وائتلاف المعارضة، إذا لم يكن من ضمن الإصلاحات اللي عندهم تطبيق الشريعة الإسلامية كهدف أول. كهدف أول. إيه نعم. إذن أنت لا تؤيد المشروع اللي راح تقدم فيه ائتلاف المعارضة ولا تؤيد؟ لا، إن لم يكن تطبيق. لا مو ما أؤيد، أنا هذا سبب عدم انضمامي. سبب عدم. هذا سبب عدم انضمامي، لكن أؤيد ولا ما أؤيد بالعكس أنا شاركت مع الاثنين. يعني لما كان الكل يدعو لمشاركة في فعالية أنا كنت أشارك، سواء كنت أحضر كمستمع أو متحدث، لكن كعضو لا. أنا هذا بصراحة شرطي وما زلت أنا يعني هذا اللي أعلنته من أول انتخابات، حاولت أني حتى في برنامجك الانتخابي كان موجود. يعني ما أعرف ليش البعض يرى أن أسامة اليوم يبي يضع في الدولاب، يضع العصا في الدولاب. أنا هذا كلام من الأول، أنا ما تغير شيء. لا، هو فعلا في برنامجك أو تصريحاتك قبل نزولك في انتخابات مجلس الأمة أنا قريت كان موجود هذا الهدف عندي. بالضبط، وأنا ما زلت أنا هذا هدفي. يعني حتى موضوع تعديل الدستور ما أدري إذا كان عندك سؤال في عنه. في طبعا سؤال، يعني البعض يدعو إلى دستور جديد، وأعتقد النائب خالد السلطان دعا إلى هذا الأمر، وبعض النشطاء السياسيين في الحراك أيضا دعوا إلى هذا الأمر. وفي الجهة المقابلة هناك من يدعو إلى تغيير 6 أو 7 مواد في الدستور للوصول إلى حكومة منتخبة وإمارة دستورية. يعني في رأيين عندنا داخل المعارضة أو داخل الأغلبية. تمام، فأنت أيه اللي أقرب لك؟ يعني اليوم في اثنين، أو مثل ما قلت في تيارين، والاثنين طالبوا. يا أخوي احنا فعلنا، احنا ما طالبنا، احنا ما رحنا المجلس، احنا قدمنا طلب تعديل الدستور، تعديل المادة 79، أسلمت القوانين بدون شك. المادة 79 تتكلم عن أنه لا يصدر قانون إلا بموافقة مجلس الأمة وتصديق سمو الأمير عليه. احنا قلنا نضيف الفقرة الآتية اللي هي شنو؟ توافق مع الشريعة، ويكون متوافق مع الشريعة الإسلامية. إذا احنا فعلنا. نعم، اليوم اللي يبي يطالب بعد ما احنا يعني هممنا وبدينا فعلا وبذلنا السبب، هذا رأي ونحن نحترمه. تعديل الدستور اليوم أيضا بذات الطريقة وبذات الأسلوب، إذا ما كان فيه أولى أولوياته أن يكون دائما القوانين التي ستصدر مستقبلا متوافقة مع الشريعة، أنا ما راح أقبل. أكيد أن في بعض الأمور مهمة جدا والدستور يحتاج إلى تعديل. يعني لما وضع الدستور في سنة 62 ترى كان في المذكرة الإيضاحية أن هذا الدستور مدة 5 سنوات على أن تعاد صياغته لإعطاء مزيد من الحريات. فالأصل أن يكون في تعديل دستوري، والاستثناء اللي احنا نعيشه اليوم أن ما في تعديل دستوري لمدة 50 سنة. فالمواد بشكل عام طبعا كل مادة تطرح أنا ممكن ناقشها وممكن نوافق عليها، لكن تعال أنت اليوم وافق معي على كل ما سأقدم، بس أنا ما راح أقدم الشريعة الإسلامية. لا، أنا ما راح أقدم بهالوضوح. كلمة واحدة. لا كلمة قول واحدة. فصل ما عليه احنا ما وهذا يا أخوي ترى مو تعنت، هذا هدف. مو تعنت. لا لسبب بسيط أخوي عبد الله، لسبب بسيط جدا سبق أني قلته واليوم أرد وأقوله. الجماعة ككل الأغلبية يا أخي وافقوا معانا لما قدمنا المادة 79. اليوم شو اللي يخليهم يتراجعون؟ ترى الخطأ مو عندنا، الخطأ على اللي تراجع ورفض أن يحط مثل هالنصوص هذه. منو اللي تراجع؟ أنت تقدر تشوف من اللي حط، تقدر تشوف. إحنا الحين نواب إسلاميين يعني. إحنا شوف إحنا مو في 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 صدد إن نرمي اتهام جزافا ونتهم فلان وفلان. أنا مو اتهام، هذا أنا قاعد أقول لك. اليوم أنت شوف من اللي حط اليوم المشاريع هذه وجنب فيها تطبيق الشريعة، وشوف شنو كان موقفه في المادة 79. كان موقع. طيب شو اللي تغير؟ يمكن المرحلة ما تستلزم انك انت
تدفع بهذا بهذه بتطبيق الشريعة في هذا الوقت حتى لا تخسر تيارات يعني هي ماشي إذا تريد إذا أنا ما عندي استعداد أخسر نفسي وأخسر ديني علشان أخسر تيارات أخوي، لا أنا أهون عندي أخسر تيارات وأخسر أصوات مقابل أني أنا ما أخسر نفسي. لا أخوي، هذه مسألة مبدئية تمام. ترى كل الخلل اللي موجود اليوم بسبب عدم تطبيق الشريعة الإسلامية من الألف إلى الياء، الفساد قاعد ينخر في البلد في صحيح. كل جانب في كل مفصل بسبب عدم تطبيق الشريعة. رجل يعني أذكر أخونا أبو سلمان الوشيحي أو آسف يمكن واحد ثاني من الأخوة يقول يعني شنو تبي قطع اليد وكأن هذه جريمة، شلون يتم قطع اليد؟ قطع اليد علشان هذا تخلف هذا كذا. هو ما قال لكن أقول لك اللي قاعد يصور هذا. طيب مو في الهند قاعد يذبح الرجل إذا كان قتل بقرة أجلك الله في بعض الولايات يعبدون البقر في الهند، فاللي يذبح البقرة شنو عقوبته؟ عقوبته عندهم الإعدام. في الصين الرشوة عقوبتها الإعدام، والناس ما جفلت ما خافت ما قالت شنو هذا. أنا أرجع علشان شرع طبق فيه ثلاث ديانات سماوية اللي هو قطع اليد، وأقول له شلون قطع اليد؟ ليش يتم قطع اليد وهذه طريقة وحشية؟ لا أخوي، قطع اليد لو كان مطبق ما كان هرب صاحب الموضوع السرقات اللي كانت في الهيئة العامة للاستثمار 73 مليون دينار و 74 مليون دينار و 110 مليون دينار. لو كان من أول تهمة وهي كان عنده أحكام مطبقة ونافذة، لو كان من أول يوم طبق عليه كان أخوي أنا سلمت أسلمكم فلوسي، لأن هذا المذهب الحنفية. نعم. يقول إذا رجع الفلوس أخوي يقدر أو إذا رجع السرقة المسروقات ما يطبق عليه الحد. كان من أول يوم رجع الفلوس وانتهى الموضوع، لكن تم سنة ورا سنة لين انحاش بالفلوس. ما في أخوي إذا ما في ردع شرعي يعني اللي هو يكون كقانون إسلامي ما راح نقدر نصلح حال البلد. زين يعني هم يعني الفكرة أنك أنت قاعد تطلب شغلة ما عليها توافق، يعني ما في توافق يمكن بس من المحافظين والإسلاميين. إذن هم في غنى عن صوتي، ما في توافق عليها إلا من الإسلاميين والمحافظين. لا هي صارت ما عليها توافق للأسف، هي صارت ما عليها في البداية عليها توافق. عليها توافق لما كنتم في كراسي البرلمان ماشي، لما كانت العضوية عندكم، لما كانت الحكومة تقدرون تفرضون عليها. أنا بس أيه. الحين أنتم في خارج المسرح السياسي تحتاجون إلى الوصول إلى يعني اليوم أنا بصعد درجة لازم أصعد، يعني أصعد أنا والمجموعة اللي معاي ما أصعد بروحي. أنا أربى في الأخوة أنهم يكونوا من هذا النوع، أن يكون لهم كلام خارج البرلمان مختلف عن كلامهم داخل البرلمان. لا أنت ما هي القضية مو خارج البرلمان، أنا إذا بطلب شيء أطلب الممكن المستطاع ما أطلب الغير مستطاع. لا السياسة لا. فن الممكن. بالعكس أنا أعتقد أن أنا قاعد أطلب شيء يسير جدا، بل بالعكس أنا اللي قاعد أطلبه هو اللي ممكن يتحقق. بعض مطالبهم تكاد تكون مستحيل تحقيقها، بمعنى يطلب تعديل نصوص بالدستور تكاد شنو المستحيل؟ تكاد تكون مستحيلة بعض المطالب، وأنا طلبي هو الطلب السهل اللي ممكن يتطبق. شلون؟ تعديل أي نص دستوري شنو آليته يكون؟ موافقة ثلثين أعضاء مجلس الأمة إضافة إلى موافقة سمو الأمير. نعم. طيب حصلنا مو ثلثين، ثلاث أرباع أعضاء مجلس الأمة وما وافق الأمير، هل يتم تعديل الدستور؟ طبعا لا. إذا شنو بسوي بعدها؟ إذا ما قدر أسوي انقلاب؟ لا ومقبول، ما حد ولا حد نادى في هذا. نعم. عدل؟ أنا طريقتي أسهل وهو اللي فعلناه فعلا، حاولنا نعدل الدستور، لما رفض جانا الرفض من والرد من سمو الأمير انتقلنا مثل ما يقول خطة بي، الخطة البديلة أسلمت القوانين. إذا أنا لما أطالب في شيء أنا ترى أعتقد أني أنا منطقي واقعي. اليوم أنا قاعد أقول أنا بعدل 6 أو 7 أو 8 مواد ولازم تعدل، وإذا ما توقع معي ترى أنت مو مع، إذا ما توقع في ضمن القائمة أنت مو معي. لا أخوي أنا مو معك، أنا من الأول مو معك. إذا أنت مو قاعد تنادي يعني لا تهدد في شيء أنت أصلا ما تملكه، ما تملك تهديدي فيه. مهددينك؟ لا أنا قاعد أقول لك يعني بشكل عام إن إما أنك تكون معاي أو ضدي مثل ما قال بوش، هذه سمعناها. وللأسف يعني هذا خلينا نسميه قصور سياسي، أنك تهددني بشارعك. يا أخي أنا شارعي غير شارعك. أنا شارعي إسلامي عدل صحيح، فاللي قاعد يعطيني أغلب يعني تقصد إسلامي أو عنده توافق إسلامي. ما تصورنا شارع ليبرالي أو شارع غير أو حتى شارع يعني مختلف تماما انه يعطيني، فلا تهددني في شيء انت ما تملك انك تضرني فيه. لا انا عندي هذا مبدا، يعني شو اقصد من هذا الكلام، يعلم الله ان احنا لما نحط المبدا يعني ضاعي في رب العالمين ونراعي في مبادئنا اللي احنا اساسا ومشاريعنا اللي رفعناها. لو برجع وبحاول احابي طرف، فمن باب اولى احابي الشارع مالي مو شارعك.
صحيح، هذه الفكرة. صحيح. زين، المجالس السابقة كانت كتلة إسلامية قوية في مجلس 2003، من 99 2003، وكان نواب إسلاميين أيضا أشداء حاولوا الوصول إلى هذه التعديلات وما قدروا. يعني أنت الآن أي تعديلات؟ تعديلات في في في, في أسلمة القوانين، وتعديل أيضا المادة الثانية. وأذكر الدكتور فيصل المسلم كان يجمع تواقيع في مجلس أعتقد 2006، كان جمع تواقيع عدد كبير، لكن كان أيضا ينتظر الفرصة المناسبة، والفرصة المناسبة ما جت. طيب. كان العدد عنده قليل. تمام. يعني فهذا وهم في مقاعد البرلمان كان يدرك تماما أن العدد لم يكتمل، وكان يدرك تماما أن الطلب إن قدم سيفشل ما لم يكن العدد موجود. ممتاز. إحنا بالنسبة لنا أعتقد أن كنا نملك الأغلبية، قدمنا تعديل دستوري ورفض، فانتقلنا مباشرة على سبيل المثال وضع قانون لشاتم النبي عليه الصلاة والسلام، الطعن بعرض النبي عليه الصلاة والسلام وشاتم الذات الإلهية، وافقنا عليه بالكامل إضافة إلى أعضاء الحكومة. رد هذا القانون عدل؟ عدل، ما كان عندنا أي مشكلة، كان عندنا الغالبية اللي تقدر تقر هذا القانون، لكن صحيح أبطل المجلس. أبطل المجلس، نعم. فإحنا بالنسبة لنا قاعد أقول لك ترى كلامنا هو الأقرب للواقع، هو الأقرب للتحقيق، هو الممكن تحقيقه. فيعني والمشكلة الأزلية اللي قاعد اليوم أنا قاعد أقولها ودائما أقولها، ما أتصور أبدا أن الجماعة عندهم أي تحفظ عليه. ليش اليوم ما يحطونه من ضمن أولوياتهم؟ والكل كان موقع، الكل كان موافق. تتوقع كم نائب ممكن يتخلى عن مشروع أو ممكن يرفض الدخول في المشروع إذا كان تطبيق الشريعة ما هو موجود في الأولويات؟ ما بصراحة ما حصرتهم، يعني ما عندي عدد. في عدد يعني في ما يعني اعتقد انه اكيد موجود، لكن ما حصرتهم يعني. لكن اليوم اذا في اي مشروع جديد لتطبيق تعديل مواد دستوريه، لتطبيق قوانين مستقبليه، انا ما اعتقد ان راح يكون في رفض باعداد هائل. زين، اليوم يعني واضح ان في خيارات للتعديلات الدستوريه، في مشروع يطرح ائتلاف المعارضه، أعتقد في جزء من التنسيقية متفقين معهم على هذه التعديلات. التعديلات تقتضي وجود حكومة منتخبة تأتي عبر صناديق الاقتراع. أيضا نتحدث عن الإمارة الدستورية، يطالبون بإمارة دستورية وحكومة منتخبة. لو أجمعت المعارضة على هذا الأمر أيضا ستبتعد عنهم؟ لا خليني أروح معك أكثر من كذي. لو اتفقنا كلنا مع بعض على هذه التعديلات ووصلنا للمجلس كلنا وقدم هذا الطلب ورفض، شو الحل؟ انت لازم تعاملني كذي. احنا كان عندنا حل ان نبدا باسم القوانين. انت شنو مشروعك؟ مشروعك بعد هذا شنو فيه؟ طيب رفض الامير، رفض سمو الامير، شنو عندك تقدم؟ هل راح تعتزل الحياه السياسيه؟ شنو البديل؟ ان اردت ان تطاع يعني فاطلب المستطاع. صحيح. احنا اليوم نتكلم مو عن ان الطلب هل نعطى او نمنع من السلطه، لا احنا نتكلم على فرض أسلمة القوانين على السلطة. فرضها فرض، تمام؟ لا تأخذني ترى يعني اعتقد ان الكل لو رجع المجلس الأمة ما فيهم واحد يعني يجرؤ ان يوقف ضد أسلمة القوانين. تكلم عن مجموعة الأغلبية يعني. نعم. الكل راح يوافق حتى لو كان اليوم عنده موقف ثاني. انت عندك موقف من الحكومة المنتخبة استاذ سامي؟ لا انا قلت رايي سبق، وما ودي انه يكون كلام مكرر. لا أنا ما هو كلام مكرر، بس ان بيانات الاغلبيه تطلع بحكومه منتخبه. لا كان اول بيان اللي احنا اتفقنا عليه ان تكون حكومه ذات اغلبيه برلمانيه، وانا ما زلت متمسك في هذه. اذا حكومه عاديه نفس حكومه 96 تقريبا؟ بالطبع. لا حكومه او قصدك 92. 92 كان فيها ست نواب. ما نتكلم عن تسع. طيب. ولو اي لو فشل يعني هذا ايضا سؤال ثاني. البعض يتهمنا بالتعنت، الحين تروحون حق الحكومه وتفرضون تقول نبي منها اما تعطونا مساله التسع نواب ولا ما نبي نشارك. هي مو تعنت، لكن انا غدا ساحاسب. انا ان شاركت بثمان نواب على سبيل المثال تمام، وظل اليد الطوله في القرار للحكومه، يعني 16 من 8 هذه كم؟ 8 بثمانية. 8 بثمانية وراح ترجح كفه الرئيس. صحيح. لو فشلت الحكومه راح يكون انتم المعارضه، انتم اللي فشلتوا. المجلس فشل لانكم شاركتوا يا المجلس يا اعضاء الحكومه اللي من مجلس الامه، فشلتوا وانتم فيها. لكن لو كان عندي القرار بايدي وانا من تسع نواب، لا انا اقدر اتحمل المسؤوليه، اقدر احط برنامج وافرضه على الحكومه. طبعا سبب اخر يعني ممكن ما يتسع المقام لذكره،
أن هذا كان السبب الرئيسي، أن ما نقدر نشارك في عدد قليل. نعم. حتى ما نتحمل تبعات الفشل. نعم أستاذ سامي، بس فاصل إن شاء الله نرجع. تشرف فيك. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود إليكم لإكمال لقاء مع الأستاذ المحامي سامي المناور. أهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد مع ضيفي المحامي أسامة المناور. طول العمر سؤال نختم هالمحور هذا، ما هي الأدوات التي ستستخدمها الأغلبية أو المعارضة في القادم من الأيام بعد الاتفاق على أي مشروع للمعارضة؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبو عبد الله، مثل ما قلت لك احنا يعني كثير امور مطروحه، كثير افكار مطروحه. يمكن السيد الطبطبائي يتكلم عن ندوات، قد يكون مستقبلا فكره الاعتصامات مطروحه. هذا الى الان ما تم الاتفاق عليه حقيقه. احنا عندنا ان شاء الله اجتماعات مقبله قد يكون فيها التنسيق والترتيب لوضع جدول اعمال ولوضع برنامج. يعني الى الان ما يعني ما في شيء تم الاتفاق عليه. زين، في اتصال بينكم كأغلبية مع نواب في المجلس الحالي كانوا مثلا معكم مثل طريجي أو قريب منكم رياض العدساني لتقديم مشروع معين يتعلق في الدوائر، صارت اتصالات أنا والله ولا ما أعرف إذا صار في مثل اتصالات ولا لا، لكن المجلس ما صار يمكن شهر، ما صار له شهر بس ما أعرف إذا في مثل اتصالات ولا لا. بصفة ودية بالعكس، أنا أكل يعني أنا شخصيا أنا أكلمهم باستمرار وعلاقتي فيهم ما زالت جيدة، ويعني ندعو لهم إن شاء الله دائما بالتوفيق. إذا زين، بالنسبة يعني في كان حديث عن 10 دوائر وصوتين، تتوقع ممكن يمر في هذا المجلس؟ توقعاتك من خلال قراءتك. أي أتوقع أنه ممكن، لأن التكتلات السياسية سواء اللي موجودة أو الخارج المجلس كذلك الحكومة، مع الحكومة أعتقد أنه في نوع من التوافق. في نوع من التوافق. أنا لمست مثل هذا، لأن في بعض النواب حتى قبل لا ينجحون في المجلس هذا الحالي اللي موجود الحين أعلنوا رفضهم للصوت الواحد رغم مشاركتهم، أو قالوا إن ما هو سياسيا ما هو مقبول ونجحوا، وبعضهم بعد ما نجح يعني وصف الصوت الواحد بأبشع الأوصاف مثل أخونا رياض العدساني. فأتصور إن في توافق على تعديل قانون الانتخاب. وتعتقد إن يعني المعارضة يعني راح يعني تقبل بهذا الشيء؟ مثل ما قلت لك احنا الى الان ما اتخذت لا بس انت قلت لي ان حتى خارج المجلس في نوع من الحديث عن القبول، يعني القبول مو شرط المشاركه. بالضبط القبول بالعشر دوائر، مو بالعشر دوائر او الصوتين، اسمع قبول انه طالما انه صار من داخل المجلس اذا فزال السبب. اسمع مثل هذا، وهذا متداول ان المجلس اصبح شرعي والانتخابات. تتوقع ان المجلس يكمل كقانوني كمحامي وفق الطعون المقدمة 53 أو 52 طعن، تتوقع أن المجلس هذا راح يكمل مدته بدون إبطال؟ يعني أنا للأسف ما أقدر أتوقع شيء. يعني قبل الحكم المحكمة الدستورية كان كمحامي، يعني خبرتي متواضعة 17-18 سنة إضافة إلى معاي الوالد المستشار أحمد المناور جزاك الله خير، كنا جازمين أن بأي حال من الأحوال مستحيل المحكمة تفرغ الدستور من محتوى، مستحيل المحكمة الدستورية فيها يعني قضاة إن شاء الله على مستوى عالي جدا من الكفاءة أنها تحكم بصحة المرسوم. أنا أتكلم مو سياسيا، أتكلم قانونيا. بأي حال من الأحوال ما يقر المرسوم، مع هذا أقر المرسوم. نعم. أي فأيضا يعني قيس على هذا موضوع الطعون الحالية، أنا ما أقدر أتوقع شيء. أنت بتكلمني من ناحية قانونية، أنا ما زلت أشوف أن طعن الأخ أسامة الرشيدي اللي هو بموجبه أبطل المجلس يحتاج إلى تفسير. ولكن أعتقد تذكر لما تقدم عضو السابق دشتي سحب تفسيره خلال 48 ساعة، وقالوا له بصريح العبارة ووضوح الإشارة أنك أنت تريد مجلس 2009 يرجع، فهذا اللي خلاه يسحب. طيب إحنا ما زلنا، أنا رأيي حسب فهمي للحكم مع هذا يعني أن مجلس 2009 يرجع وهو عاد اللي قرر يرجع من خلال التفسير. نعم. زين، أنت تدري أنه تم سحب طلب التفسير ولا ما تدري؟ من الأخ أسامة؟ نعم. كذلك والله نعم. الحين سمعت منك. أنا أعلن أن طلب التفسير من الأخ أسامة تم سحبه، وهذا ما أبلغني فيه أعتقد أحد المحامين محامينا.
محامينا هم. نعم أمس بلغنا في هذا الأمر. إذن ما إذن ما ما إذن ما زلت عند رأي الأولى ما قدرت تنبه. ما تقدر تنبه. يعني إحنا بنتكلم عن في مشهد أنت جبت لنا أعتقد حريق أو شيء. بنتكلم أيضا عن ترتيب الكويت وفق معيار التنافسية العالمي. جزاك الله خير. أنا كنت يعني أرسلت لك هذا جزاك الله خير. وأيضا قناة اليوم واضح أنها أشبعت هذا الموضوع بحثا. هذا ترتيب الكويت وفقا لمعيار التنافسية بالمقارنة مع 148 دولة. يعني ما أدري إيش أقول، فعلا شر البلية ما يضحك. يعني لو قلنا أن تقريبا 90% من الموضوعات المطروحة الكويت هي الأخيرة خليجيا وتكاد تكون دائما في مراكز أخيرة عالميا. هل على سبيل المثال معيار الهدر في الإنفاق أقل وحدة قطر خليجية بالعالميا، ها إضافة إلى خليجيين، بعدين عمان والإمارات السعودية والبحرين ثم الكويت. على مستوى العالم من 148 دولة الكويت 102، وبفارق كبير عن البحرين دول الخليج. طبعا طبعا آخر واحدة في دول الخليج والبحرين 19 ترتيبها. احنا 102. احنا 102. جودة التعليم، يعني الأجيال اللي طالعة اليوم اللي احنا ننظر لها بإذن الله المفروض أنها تحمل عبء كبير وتبني مستقبل الكويت. جودة التعليم من ضمن 148 دولة الكويت 93، أقرب دولة لنا خليجية البحرين 64. رغم أن الإنفاق كبير في الكويت على التعليم أخوي في خلل. يعني خليني أقول لك شغلة، طبعا إحنا لو نبي نتكلم هذه منشورة والجماعة ما قصروا في قناة اليوم أشبعتها مثل ما قلت بحث. الخلل وين الخلل والفساد؟ خليني أقول لك شغلة، إحنا كان أكبر دولة في العالم تاريخيا استخدمت مسمار جحا. إحنا كل ما تكلمنا عن قصور قلنا الغزو، قعدنا 20 سنة كل كلمة والثانية قال بسبب الغزو. يا جماعة ليش في قصور في التنمية؟ بسبب الغزو، دمر كل شيء. طيب يا جماعة ليش في خلل في النظام التعليمي؟ الغزو، تعرف الغزو شنو تبعاته. 20 سنة قاعدة نستخدم مسمار الغزو. الغزو عدل؟ عدل. اليوم بعد آخر 5 سنوات كانت المشكلة في مجلس الأمة هو سبب التعطيل. مجلس الأمة، طيب على مدار 30 سنة تقريبا أعضاء مجلس الأمة بالكامل تغيروا. احنا ما عندنا يعني ما عندنا عين إنصاف. أليس منكم رجل رشيد؟ خلال 30 سنة بعضهم ما كان من ولدي يمكن حتى من أعضاء مجلس الأمة. طبعاً. واليوم الشباب. واليوم الخلل يقول يعني إلى الآن ماني عارف هذا اليوم ما سمعت أي تعليق حكومي عليه. ما سمعت أي تعليق حكومي عليه. انهيار في جميع المستويات، انهيار في جميع الأصعدة. انهيار أمني، 15 واحد متسلل إيراني يقبضون عليهم خفر السواحل، ولزود الحرص ما حطوهم في مخبر خفر السواحل، حطوهم في قاعدة بحرية عسكرية. هم هربوا. انحاشوا من القاعدة العسكرية، ولم يحاسب أحد ولم يتكلم أحد. اللي الحين التصوير اللي قاعد تشوفه، بس يا ليت لو تحطونه أنا ودي أعلق عليه. يا ريت تعرضون تصوير الحريق. أبي بالنسبة يعني هالمشاكل اللي قاعد تصير يعني من مشكلة. لا عفواً أي خلني أقول لك شغلة. إحنا اليوم يعني أنا ماني عارف يعني ونعم في شخوصهم في ذواتهم، لكن اذا كانت الحكومه هذا الحريق على الهواء. الحريق على الهواء اذا هذا الحريق منين جبته استاذ اسامه؟ اخوي هذا في 24/8 يعني تو قبل كم يوم بالضبط، قبل 3 أسابيع تقريبا. هذا في 24/8 وقع في محطه الدوحه الغربيه لتوليد القوه الكهربائيه والمائيه والمياه. تخيل حريق بهذا الحجم وقع بسبب مجموعة من يعني الخردوات اللي موجودة كانت موجودة يعني مرمية في نص مهملة في نص مهملة في المحطة في نص المحطة. هذه لو شرارة واحدة طارت على الخزان اللي موجود كان الله أعلم شنو كان ممكن يصير في الكويت. هذا تقريبا ما حد سمع عنه، أشير إليه إشارة عابرة في الصحف وانتهى الموضوع. تدري لما وقع الحريق العمال اللي موجودين والفنيين الشباب الكويتيين طبعا فزعوا، راحوا بطبيعه الحال وبصوره بديهيه سحبوا خراطيم الماي لقوها مشققه. خراطيم الماي اللي موجوده في اهم محطه توليد طاقه، توليد كهرباء. لما فتحوا الماي لقوا يطشر من كل صوب. تخيل هذا الوضع في الكويت. لا سلامه اجراءات، لا 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 لا, 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 لا. سلامه اجراءات، لا حفاظ على المال العام، لا اي شيء. ستة من مراكز الإطفاء وجزاهم الله خير، وأنا اليوم أقول اليوم ودوم الله ندعو لهم بالخير، شبابنا اللي في الإطفاء اللي بالفعل قاعد يضحون حتى في أرواحهم في صحتهم في أوقاتهم. 6 مراكز يلا قدروا أنهم يسيطرون على هذا الحريق. طيب من المتسبب في هدر إجراءات السلامة؟
شنو النتيجة؟ شنو التحقيق اللي حصل؟ أخوي هذا النموذج للي قاعد يصير في البلد. الداو مليارين بصورة سريعة، الداو ما كانت مفاجئة بالنسبة للحكومة، الداو سبق قبلها بأربع سنوات قبل التعاقد تعاقدوا معاها شركة الداو وخسرت مئات الملايين ورجعت مرة ثانية باسم آخر كي داو وخسرت، اضطرينا ندفع مليارين. إذا مجلس الأمة ساهم فيها، يعني مجلس الأمة لا يراقب طوال السنوات الماضية مشاريع خسرانة. لا لا، مجلس الأمة إذا صار يراقب يحل، مجلس الأمة إذا صار يراقب يحل، هذا اللي قاعد يصير أو يبطل، ما تعطيني فرصة. بس ما تعتقد أن الفساد أيضا نخر في مجلس الأمة؟ بدون شك، شلون يصير عندك حوالي نص المجلس، نص أحد المجالس قبيضة؟ يعني وين يوصل أكثر؟ أسوأ من كذي. وشنو كان ردة الفعل بعد مجلس القبيضة؟ ردة فعل الشعب، ما أوصلوا ناس اعتقدوا فينا جزاهم الله خير، فينا الخير، وصلوا. أدعو الله أن ما نكون خيبنا ظنهم. هي أربع شهور لكن قررنا ثمان قوانين في خلال 13 جلسة، وكنا فعلا يعني كنا مشغولين في الإنجاز، نهاجم ونتهم ونسب وكذا، والله أغلب الزملاء ما كانوا يردون وجزاهم الله خير، وكان في توافق. لكن الخلل الواضح الكبير في الحكومة، أحمد الفهد طلع فترة من الحكومة بعدين أرجع بعد سنتين ثلاث سنين، محمد الخالد طلع بعد فترة ست سنوات أرجع مرة ثانية، وأحمد العبد الله. طيب والكل الكل الكل هل بس هم النواب صمتوا عن عودة وزير تم استجوابه أو وزير فشل في أداء مهام؟ أي نواب مجلس استجواب؟ أي نواب؟ يعني أتكلم مثلا أحمد العبد الله، هذا من ضمن، عفوا هذا من ضمن الفساد اللي تتكلم عنه في مجلس الأمة قبل. هذا قاعد أقول لك أنا متفق معه قبل. انا قاعد اقول لك انا بغض النظر انا بعد انك بس عشان اكفي الفكره، عشان تكون واضحه الفكره، يعني اينشتاين يقول مستحيل باي حال من الاحوال ان العقليه التي انتجت المشكله ان تحلها، يعني هو بنفس الطريقه صحيح. طيب انت الحين اشخاص مع احترامي لهم وكلهم ان شاء الله كلهم كل ود وتقدير واحترام، لكن اخي خلاص انت ما شلته في البدايه الا لسببين، اما لان ادى دوره وانتهى فمشكور وجزاك الله خير، او لان فشل. السببين يستدعون عدم إرجاعه بأي حال من الأحوال. ليش ترجعه؟ إرضاء لمنو؟ أخوي هذا 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 اللي قاعد أقولك في البداية، السمة اللي غالبة في السياسة الكويتية، البلد قاعد تدمر من كل ناحية من النواحي. يا رجل المواطن اليوم ما قام يشعر بالأمان، أنا سبق قلتها في قناتكم، اللي حصل له بيزتين يروح يفكر يشتري له شقة برا، مع أن عندنا أزمة إسكانية كبرى، بس عدم الطمأنينة وعدم الأمان. وأنا أعتقد أن هذا تسلل لأصحاب القرار في الحكومة، عدم الطمأنينة وعدم، هذا اللي يخلي الهدر قاعد يصير والفساد والتجاوزات والسرقات والكذا. ومن أهم 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 وأخطر الأشياء، كم سرقة صارت وكم تجاوز وكم يعني عراب من عراببة إن صحت الجمع هم الفساد، كم واحد منهم أدين في محكمة الوزراء أنشئت؟ ولا واحد تحفظ، ولا واحد، حتى ما كانت تحام. يعني بدون شك من أمن العقوبة أساء الأدب. بأي حال من الأحوال إذا ما كان عندك ردع، وإذا ما كانوا كل الوزراء يشوفون أن في عقوبة رادعة، بالعكس اللي قاعد يساء وقاعد حتى يقال أو يجبر على الاستقالة مثل ما أنت قلت الحين قاعد يرجع مرة ثانية، فشلون نتوقع أنه ممكن يصير في إصلاح في البلد؟ لا للأسف أنا مو متشائم، لكن أقول إذا استمر الوضع على كذي راح يكون الوضع من سيء إلى أسوأ. تعتقد أنه يعني ممكن يصير إصلاح الفترة الجاية، خصوصا مجلس الأمة يعني نوعا ما هادي، يعني ما هو مجلس مراقب بشدة؟ يعني والله هو القلق أحيانا يكون المجلس الهادي، مثل اللي وصفوه قبل مجلس أليف ما أدري سماه، يعني هو القلق من كذي. للأسف أنت تتعامل بشكل عام، إذا كان بعض الوزراء يأمن يعني أمن تام من جانب الأعضاء، ما أعتقد أنه راح يؤدي إلا ما رحم الله، ما أعمم على الكل، لكن أنا قاعد أشوف، سمعنا في المجلس اللي طاف واحد قال حق احد انه والله يكون مصدق نفسك انك انت عضو مجلس. صح، يعني شلون اذا ما تحترمني وما تحترم مجلس الامه؟ اجلوا الاستجوابات واجلوا استجواب وزير وهو في لندن، يعني يا اخوي الشق عود. احنا يعني اللقاء حديثنا يطول، انا ودي اسالك سؤال اخير عن الازمه في مصر وايضا في سوريا، وبشكل سريع، انت كنت يعني لديك موقف تجاه الاخوان المسلمين، كيف ترى الإخوان المسلمين في مصر الآن؟ لا شوف، اللهم صل وسلم، أنا ما كان ودي إن ما يكون عندنا وقت إن شاء الله، يعني عند تفضل. لا أنا موقفي من الإخوان كفكر وكأسلوب وكتيار شيء، واللي يحدث في مصر اليوم شيء آخر. الإخوان انتخبوا من قبل الشعب في مجلس الشعب عدل، إذن هم خيار الشعب، راح
راحت المحكمة الدستورية لعينها حسني مبارك أبطلت المجلس. المجلس نعم. وهو منتخبين من قبل الشعب. ثلثين أعضاء مجلس الشورى المنتخبين أبطلهم أبطلت المحكمة الدستورية اللي معينة من حسني مبارك. الاستفتاء على الدستور اللي أقر 66% من الشعب المصري. أقر 66% من الشعب المصري. أبطل المجلس اللجنة التأسيسية مالته أيضا المحكمة الدستورية لعينها حسني مبارك. إذن أنت أمام بالفعل ما يسمى فلول أمام إرادة الشعب. الرئيس مرسي تم الانقلاب عليه وما في أي مسمى يتوافق إلا مع كلمة انقلاب اللي قاعد يحصل. ما تكلم أني أنا قانوني لأني على الأقل إنسان كنت أقرأ وأفهم شو اللي قاعد يصير. يعني اليوم الأخوان بغض النظر عن خلافنا الفكري معاهم اليوم الشعب اختارهم، أقل حق لهم أن يستمرون الأربع سنوات اللي أعطوا. وأنا يعني للأسف أقول بعض الدول اللي كانت دائما متريثة في قراراتها ولا تستعجل أبدا في إبداء مواقف سياسية، بعد 19 دقيقة من الانقلاب أعلنت موقف وأيدت الرئيس، الرئيس اللي ما كان أصلا أقسم إلى الآن وقدمت المعونات سنة كاملة. سنة كاملة طبعا معلش اللي يعني ودي أن الناس تفهم شيء مهم جدا. مرسي كان يشكل خطر على الفلول اللي موجودين، وكان يشكل بكل وضوح يعني خطر على العلمانيين اللي كانوا موجودين يراهنون أنه ما يكون إصلاح إلا عن طريقهم. مرسي أراد ثلاث أشياء هي اللي أودت في المسيرة السياسية للأخوان في مصر، هذا اللي خلت الدول الإقليمية تتحرك. أول شيء مرسي ما يبي يكون أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، للأسف مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم. الرجل بدأ ليش أكون تحت رحمة أمريكا تعطيني كل سنة معونات تشكل الكم الأكبر منها؟ إذن أقدم على إصلاحات، هذا رقم واحد. رقم اثنين الرجل يبي يسوي بين الضفتين قناة السويس مناطق تجارة حرة عالمية، وهذا يضرب بعض الدول، هذا ما يتناسب مع بعض الدول حتى عندنا دول خليجية. النقطة الثالثة واللي هي الأهم، ما يبي يخلي قناة السويس تكون تعرفتها الجمركية على الباخرة، يعني الباخرة تمرك كم حمولتها 200,000 طن، إذا أخذ كذا، قال لا أنا أخذ مثل مضيق بنما، أخذ على السلعة اللي موجودة، النفط ترتفع الضريبة طبعا، هذا يرفع دخل قناة السويس من 3 مليار إلى 100 مليار، 100 مليار بالسنة. إذا تقريبا تكتفي مصر بدون شك. الناس ما يبون كذي، يعني بالفعل بعض الدول خافت من موضوع الديمقراطية وانتقال العدوى لهم، أو أن يكون حكم إسلامي مع تحفظ، يعني لأن على الأقل الرجل أو الدستور اللي أقر فيه 6 مواد تتكلم عن تطبيق الشريعة الإسلامية. هذا عفوا عن مصر كأنك أنا والله مضطر أختم إذا في بشكل سريع يعني ثانية. لا ما بقى إلا نقول عن إخواننا في سوريا، أسأل الله أن يعينهم وأن يفرج لهم، تواطأ عليهم العرب والغرب، سوريا بالذات تواطأ عليهم العرب والغرب، الله يفرجهم. لكن ما بقى إلا أن احنا بدعائنا وبالله الله يقدرنا عليه وأن الله ينصرهم بإذن الله إن شاء الله. شاكرين لك على هذا اللقاء. جزاك الله. أعزائي المشاهدين، قبل أختم هذه الحلقة أنوه إلى أنه في الساعة 9:30 من مساء الليلة سيكون برنامج خاص مع شيوخ أجلاء تحت عنوان سوريا اقترب النصر. أعزائي المشاهدين نترككم في رعاية الله، مع السلامة.